اهلا بكم مره تانيه في برنامج 90 دقيقه. من ضمن المسؤولين والوزراء السابقين اللي وضع النائب العام المصري اسمائهم في قوائم منع السفر وتجميد الارصده هو الوزير السابق رشيد محمد رشيد. الحقيقه المهندس رشيد وافق على اجراء مقابله معاه النهارده في برنامج 90 دقيقه عبر الاقمار الصناعيه من دبي، وانا بشكره جدا وبحييه. مساء الخير يا فندم، شكرا على وجودك في 90 دقيقه. مساء الخير مهندس رشيد. مساء الخير يا معتز، وانا اللي شاكر على هذه الفرصه. شكرا يا فندم. حضرتك من ضمن التصريحات اللي قلتها انك تخدم بلدك سواء انت جوه مصر او بره مصر، وانك انت محضر مفاجاه للبلد. هل ينفع انك تقول لي المفاجاه دي؟ لا، انا يعني بص، في البدايه اولا انا بحب ان انا اكد طبعا ان انا يعني كان ليا الشرف ان انا خدمت مصر في الست سنوات ونصف السابقه، وما فيش شك ان انا كمواطن مصري النهاردة مش كمسؤول يهمني طبعا مصلحة مصر، وفي الاحداث اللي احنا بنمر بيها احنا يعني كلنا طبعا محتاجين ان احنا نقف جنب بعض عشان يعني نتوجه لمستقبل يعني يوازي كل ما حدث في مصر في الاسبوعين ثلاثة اللي فاتوا. طب الرأي العام انا النهاردة كمواطن مصري موجود، الرأي العام في مصر بيسأل انت ليه مش في مصر، انت ليه خارج مصر في الوقت الحالي رغم انك مطلوب لجهات التحقيق؟ انا بس بذكرك وبذكر ناس كلها انا موجود خارج مصر ازاي. انا ما اولا انا لم اهرب من مصر ولم اخرج من مصر بعد هذا القرار. انا خدمت في مصر لمدة 6 سنوات ونص. في الاسبوع او في العشر ايام الماضية لما كان هناك قرار من رئيس الجمهورية ان الحكومة تقدم استقالتها، انا كنت طبعا من ضمن الوزراء اللي قدموا استقالتهم طبعا كحكومة. بعد تشكيل الحكومة الجديدة سيد رئيس مجلس الوزراء الفريق احمد شفيق عرض علي ان انا اشترك في الوزارة الجديدة، وطلب مني ان انا اكون في مكاني كوزير تجارة وصناعة. انا شرحت له وجهة نظري ان قد يكون من المفيد له هو شخصيا والوزارة الجديدة ان يبقى فيه وجوه جديدة وتوجهات جديدة، واعتذرت وهو مشكورا قبل اعتذاري، وكان هناك يعني اتصالات كثيرة بيني وبينه، وتركت منصبي وتولى الوزارة وزيرة جديدة، سلمت عملي لهذه الوزيرة. بعد ما انتهت هذه المهمة أصبحت مواطن عادي، اخترت الجهات المسؤولة في مصر ان انا مسافر، كل يعني المسؤولين اللي لهم صلة بي كانوا يعلموا ان انا مسافر، سافرت في واضح النهار، الجهات الأمنية والجهات المسؤولة سهلت لي سفري كراجل مواطن عادي وكمسؤول سابق. وبعد ما وصلت هنا بيومين أو ثلاثة طلع هذا القرار من النائب العام، فده سبب وجودي. بس باشمهندس رشيد تسمح لي أقطعك، هربا من شيء، تسمح لي أقطعك. في كلام كتير جدا نشر، وحضرتك أكيد متابع ما ينشر، عن أن حضرتك وأفراد أسرتك يعني مشيتوا رغم قرار منعك من السفر، وكلام اتقال على وسائل الإعلام المختلفة انك حولت منقولات سمينة معاك ومع افراد الأسرة وما الى ذلك، ويعني نظر الى هذا وعلى انه هروب من المساءلة امام الرأي العام باعتبار ان حضرتك كنت جزء من نظام اسقطه الشعب. كل هذا كلام غير صحيح، والمسؤولين في مصر والجهات الرسمية كلها تعلم ان الكلام ده غير صحيح. الوزارة الجديدة شكلت يوم الاثنين، انا سافرت من مصر بعد ما سلمت عملي يوم الاربع في واضح النهار، ما فيش اي منقولات ولا اي كلام من اللي اتقال حدث بالمرة، ويشهد على هذا كل اللي موجودين في مطار القاهرة ومطار اسكندرية والمسؤولين اللي كانوا موجودين. لم يحدث اي نوع من الهروب من اي شيء، ما كانش عليا حاجة عشان اهرب اساسا. انا مسافر من بلدي راجل محترم، ومسافر من بلدي كمواطن مصري ادى مهمته ومشي. القرار اللي طلع يوم الجمعة، انا مشيت يوم الاربعاء، فيعني قرار طلع يوم الجمعة وكان مفاجأة لي زي ما كان مفاجأة لي ناس كثيرين، وبالتالي ما كانش في اي هروب وما كانش في اي حاجة. وانا من هل حضرتك مستعد؟ انا من اول يوم اعلنت ان انا مستعد ان انا ارجع مصر. طبعا. وانا على اتصال بمكتب مستعد للعوده لمصر. باشمهندس رشيد مستعد ترجع لمصر دلوقتي وتمثل امام جهات التحقيق؟ النهارده قبل بكره يا معتز، انا عايز انهي هذا الموضوع بسرعه، لان انا واثق اولا من عملي
واثق من الكلام، ويجب ان انا اذكرك واذكر الناس احنا بنتكلم في ايه. اللي احنا بنتكلم فيه واللي قاله السيد النائب العام ان هناك شكاوى تقدمت، انا في حالتي هناك شكوتين، واحدة منهم من مجهول، واحدة تانية شكوى قديمة كانت قدمت على مصنع انشئ للمهندس احمد عز. ادي الشكوتين اللي موجودين. بناء على هذه الشكاوي السيد النائب العام اصدر ما اطلق عليه اجراءات احترازية. هذه الشكاوي لم يتم التحقيق فيها، سوف يتم التحقيق فيها، وانا واثق طبعا في النائب العام واثق في مكتبه واثق في نزاهة يعني التحقيقات، وطبعا انا يعني حريص ان هذه التحقيقات تتم، لان انا ما عنديش حاجة اخبيها. كل الكلام اللي اتقال في هذه الشكاوي كلام مش مظبوط، وانا متاكد ان الكلام ده كله هينتهي. طب امتى ترجع يا باشمهندس رشيد؟ يعني انا عارف انا عملت ايه. هل تقدر تدينا ميعاد هترجع فيه على سبيل التحديد؟ اول ما السيد النائب العام هيحدد ميعاد التحقيقات انا هكون موجود. تمام. وانا ملتزم ان انا اكون موجود واخلص كل بص يا معتز، الكلام ده انا اول واحد عايز اخلص منه. هذا كلام انا من وجهة نظري انا عارف انا عملت ايه، وزي ما بقول لك هناك شكوتين، شكوى من مجهول بتتحدث على اجراءات خاصة بصندوق دعم الصادرات وشركات ومساهمات من ناحيتي. الكلام ده كله انا يعني اكتر من قادر ان انا ارد عليه واوضحه، وانا متأكد من كل اللي انا عملته في 6 سنوات اللي ونص اللي فاتت. الشكوى التانية مرتبطة بان انا ساعدت المهندس احمد عز انه يحصل على رخصة مصنع، واظن يعني دوري في العلاقة مع تعاملي مع موضوع الحديد ومع الاحتكار ومع احمد عز واضح، وغير كده البيانات كلها واضحة. فادي كل ما هو موجود. لا عايزين نعرف دورك يا باشمهندس، انا بالنسبة لي مش واضح، عايز اعرف دور حضرتك. هو مش واضح تماما، لو سمحت توضح. لا بص يا معتز، احنا لا اللي انا بقوله يعني احنا النهارده صحيح ان النهارده انا مدرك طبعا الشعور العام اللي موجود في مصر، واعلم تماما ان هناك طبعا ثوره قامت في مصر، وهناك يعني حرص شديد طبعا من المسؤولين وحرص شديد من الناس ان يبقى فيه فعلا تصفيه لاي حالات فساد او اي قضايا فساد، وانا مع الكلام ده هو. ولكن انا في نفس الوقت بذكر وبقول انا من وجهة نظري على الاقل كراجل مارس عمله في كوزير تجارة وصناعة لمدة 6 سنوات ونص، اتعملت كتير لمكافحة الفساد في هذه الفترة. لو رجعت النهاردة هتلاقي ان احنا اللي طلعنا القانون الخاص بمكافحة الاحتكار والقضايا اللي تمت في الاحتكار، سواء بالنسبة لشركات الاسمنت او بالنسبة لشركات الحديد. طب كان دورك ايه عشان بس نفهم اللي بيتابعنا باشمهندس؟ دورك ايه في الاحتكار؟ دور حضرتك ايه في الاحتكار بالظبط؟ دوري ان انا اللي عملت القانون يا معتز، انا اللي عملت الجهاز، انا اللي قدمت الشركات اللي سواء كانت حديد او اسمنت او غيرها الى التحقيق، احنا اللي خدنا اجراءات ضد اكبر اسماء موجوده في مصر، انا اللي طلبت من مجلس الشعب ان هو يعمل تعديلات في هذا القانون، وللاسف هذه التعديلات حدث فيها تغيير في الاخر، والقصه معروفه لناس كثيرين ان حصل تدخل من الحزب وحصل تدخل من كثيرين ان هم يمنعوا التعديلات اللي انا كنت عايز احطها. احنا اللي حطينا قوانين ل يعني وقف اي تلاعب في الاراضي الصناعيه. انا قبل ما اجي وزاره الصناعه الاراضي الصناعيه كانت بتوزع. طب حضرتك مش مهندس اعذرني، حضرتك النهارده بتقول الحزب، ممكن الراي العام يتساءل طب حضرتك لو كنت رافض لمقاومة الحزب لسياساتك ما اعتذرتش ليه ساعتها واعتزلت العمل السياسي وقلت انا اسف يا جماعة انا مش هشتغل معاكم؟ الواقع معروفة يا معتز، لما حصل هذه المناقشة في مجلس الشعب انا فعلا انسحبت من هذه المناقشة وقلت ان انا لن اكون طرف في هذه المناقشة اللي انا اتصور ان هي ما كانتش في اطار الصلح العام، وانسحبت منها وما حضرتش، والواقع معروف، وانا رفضت ان انا اكمل مناقشاتي في مجلس الشعب وتركت هذا الموضوع، ولكن في النهايه كانت جزء من منظومه كبيره لمكافحه الاحتكار ومكافحه الفساد. بس حضرتك يا باشمهندس كملت في منصبك الوزاري، فضلت وزير، يعني فضلت وزير، كان ربما أيوة. من الافضل ساعتها انك تنسحب من الوزاره وتغسل ايدك من هذا. ما كانش بالعكس، انا وجودي كمل هذه المنظومه يا معتز. أي. ما كانش النهارده انسحابي من هذه المعارك النهارده هيوقف هذه المكافحه اللي تمت.
احنا غيرنا جميع اسعار الطاقه بالنسبه لمصانع الحديد والاسمنت وغيره. هذه المصانع النهارده زودنا عليها الاسلوب اللي كانت بتخصص بيه الغاز والكهرباء والطاقه في مصر قبل ما احنا نيجي، كان اسلوب ما كانش فيه اي ضوابط، وكان فيه مجالات كثيره للمجاملات، وكان فيه مجالات كثيره للمحسوبيات. احنا وقفنا الكلام ده. هو نفس الشيء بالنسبه للاراضي، نفس الشيء بالنسبه ل بس الموضوع ده حصل متاخر قوي باشمهندس، في كثير يعني الاجراءات دي حصلت فعلا، بس حصلت متاخر بعد ما كان في يعني مراقبين بيقولوا ان في فلوس كتير جدا اتنهبت وراحت على الدوله. طبعا بص، احنا عملنا يا معتز، احنا عملنا الكلام ده من اول يوم استلمنا العمل فيه. لو كان في حاجه حدثت قبل كده احنا بنقول ايوه حدثت، ولكن احنا ما كناش موجودين. انا لما جيت واستلمت الاراضي حطيت نظام جديد لعمليه التعامل مع الاراضي، وكل صناع مصر يشهدوا على هذا، وبعضهم كان بيتضايق من هذا الموضوع، ولكن في النهايه عرفوا ان ده بيشيل كل عمليه الفساد، كل عمليه التسقيع اللي كانت بتتم. والتزمنا بان احنا بندي اراضي فعلا للناس الجادين، لان احنا فعلا كنا بندي كدوله النهارده مسانده للصناع، وبالتالي كنا عايزينها انها تكون في محلها. نفس الشيء بالنسبه للطاقه، نفس الشيء بالنسبه للغاز. الاسعار احنا رفعناها 3 أضعاف. كانت الناس بتستغرب ازاي وزير صناعه وهو اللي بيطالب ان هذه الاسعار ترتفع، ولكن انا طالبت من باب النهارده عداله النهارده توزيع هذه الثروات على مصر. نفس الشيء بالنسبة النهاردة لمعاملتنا في عمليات المصدرين والمستوردين. احنا حولنا مئات من المستوردين الى التحقيق في النيابة. اي تلاعب كان بيحصل في صندوق دعم الصادرات احنا حولنا اكتر من 80 واحد الى النيابة. كل الامور النهاردة اللي كانت خاصة بعمليات النهاردة احنا حملنا قانون اسمه قانون حماية المستهلك، على اساس ان المستهلك يبقى له صوت زيه زي اي النهارده واحد مفتش موجود في السوق. في كلام كتير جدا بيطرح باشمهندس رشيد، في كلام كتير جدا بيتقال على مركز تحديث الصناعه اللي كان تابع لحضرتك مباشره، وانه كان بيتلقى مبلغ 1 مليار يورو من الاتحاد الاوروبي. يعني مليار دول يعني 1000 مليون يورو، يعني بالمصري يبقى 8 مليار جنيه مصري، وانه في يعني تجاوزات كتير جدا حصلت، ومساله توزيع الشغل على ناس مقربين، وانه كان في شغل كتير من غير مستندات رسميه، وانه المستندات دي مش لاقيينها دلوقتي. فبعد اذن حضرتك هاخد منك الاجابه، بس هنتوقف عند فاصل اعلاني دقائق معدودة ونرجع تاني لهذا الحوار مع الوزير السابق المهندس رشيد محمد رشيد. خليكم معنا. أهلا بكم مرة تانية، وبنستكمل حوارنا مع المهندس رشيد محمد رشيد الموجود خارج مصر، وهو الوزير السابق كوزير للتجارة والصناعة، واللي يعني اسمه موضوع على قائمة المنع من السفر والتجميد لأرصدته البنكية الشخصية وقوائم الترقب في المطارات كإجراء احترازي. باشمهندس رشيد، يعني البيت المصري أو المجتمع المصري لما بيجي اسمك الناس بتقول الراجل ده. بس أرد عليك يا معتز، انت قفلت بنقطة اخر يعني في قبل الفقرة الاعلانية بتسأل على موضوع تحديث الصناعة، على مركز تحديث. بس الامور يعني تتساب كده بعد اذنك. لا انا كنت هرجع لك تاني، فلو سمحت لي بس ارد عليك. ممكن لا اتفضل يا فندم. اتفضل. طيب اتفضل. طب اتفضل اتفضل. لا انا بس عايز اولا اقول مقدمة سريعة على الموضوع ده هو يا معتز بصفة عامة. يعني أتفضل. يعني انا متصور لحدث في مصر ده زلزال وثورة، واحنا شفنا يعني شباب وشهداء وناس يعني نزلوا في الشوارع وغيروا يعني مصر. انا اتصور للابد تمام، ولا اتصور يعني ان الشباب دولت والشهداء دولت والناس دولت هدفهم ان مصر يعني تكون دولة، الا انها تكون دولة محترمة، دولة اغنى، دولة احسن، دولة فيها قيم، دولة فيها اخلاق. وبالتالي يجب ان احنا النهارده لما بنتعامل كلنا النهارده في اطار الفتره اللي جايه دي، هي يجب يعني نتمسك بقيم معينه. انا مع محاسبه الفساد على اي مستوى. تمام. الناس اللي تعرفني تعرف الكلام ده كويس. أي. ولكن
يجب أن يكون في ضوابط في الموضوع يا معتز، وإلا إحنا هنتقلب إلى مجتمع فوضى. أنت سألتني قبل الفقرة بتقول لي برنامج تحديث الصناعة وبياخد مليار يورو، أولا البيانات دي مش صحيحة كلها. البرنامج ده هو برنامج على 10 سنوات بياخد 400 مليون يورو، بياخد بمعدل 40 مليون يورو سنويا. هذا البرنامج له ضوابط، هذه الأموال لأنها جاية من الاتحاد الأوروبي لها مراجعة من الاتحاد الأوروبي، ومراجعين بيراجعوا كل مليم بيتصرف، هناك مراجعين على المستوى المصري بيتم. هذا البرنامج بيخدم 15,000 مصنع مصري على مدار العشر سنوات اللي فاتت، وهناك ضوابط موجودة. ولكن اللي أنا بس بقوله إن احنا ما نقدرش نقعد يعني نطلع أرقام ونطلع اتهامات بلا أي ضوابط وبلا حتى ما هي صحيحة. يعني احنا النهاردة اللي أنا سامعه شيء مخيف أصبح النهاردة، ان في كثير من الاتهامات بتحوم على كل الناس، انا مش بتكلم على نفسي بس. ايوه انا برجع تاني بقول مش معقول ان شباب مصر وكل الناس النهارده اللي عملت الشيء الجميل في الاسابيع اللي فاتت توجهها النهارده انها تخلق يعني مجتمع النهارده ما عندوش اي ضوابط ولا قيم بينه وبين بعضه. نحاسب الفساد زي ما نحاسب، والفاسد نقطع راسه، لو كنت انا فاسد يعملوا فيا اللي انا عايزه. تمام، ده يبقى في ضوابط. على فكره ده نتيجه، مش معقول النهارده ان العمليه تبقى ده نتيجه كويسه قوي، مش معقول تبقى العمليه شكوى كيديه النهارده من غير اي ورقه. تمام، واي بني ادم يتحاسب عليها ما ينفعش. لان مصر لو عملنا كده يبقى احنا بنهدم كل شيء جميل عملناه في الاسابيع اللي فاتت. تمام، يبقى اذا حضرتك بتنادي بتاسيس دوله سياده القانون والمحاسبة من قبل جهات التحقيق، محاسبة عادلة دون الشكاوى الكيدية. ده كلام جميل. بالنسبة ل ايوه احنا عايزين مصر النهاردة الجديدة هيكون شكلها ايه؟ احنا عايزين عدالة، احنا عايزين النهاردة دولة بلا فساد، احنا عايزين دولة النهاردة كل واحد فيها يبقى مطمئن ان هو في قانون هيحاسبه وهيحاسبه بعدالة، في مساواة، مفيش واسطة، مفيش مجاملات. دي المبادئ النهارده اللي احنا نفسنا ان مصر تكون فيها في الايام اللي جايه وفي الاشهر اللي جايه، ويجب ان احنا نتمسك بيها. وانا اول واحد هقول لك الفساد يحاسب والفساد يتعمل فيه ما لا يعمل، انا موافق، ولكن يجب ان يكون في ضوابط ازاي تتعامل مع الموضوعات، والا هنلاقي ان العمليه تتقلب الى غابه في النهايه. تمام. طيب لما بيذكر اسم رشيد محمد رشيد في البيوت المصريه، معروف انه راجل ابن ناس، راجل من عيلة ثرية، راجل مش محتاج، رجل اعمال لديه الاعمال بتاعته قبل ما ينضم الى حكومة الدكتور احمد نظيف، ومع ذلك الناس اتكلمت. وانا عارف ان حضرتك لا تحب الشكاوى الكيدية والارقام الجزافية، بس حضرتك عندك فرصة النهاردة في برنامج 90 دقيقة انك توضح للرأي العام حقيقة هذه الارقام. الذمة المالية لرشيد محمد رشيد قبل دخوله الحكومة كانت 2 مليار، ودلوقتي في رقم بيتردد انه 16 مليار، وده في ظرف حوالي 6 سنوات. يعني ده مش صحيح، الرقمين مش صحيح يا معتز. نعم. قبل ما اكمل، ولا الرقم الاولاني صحيح ولا الثاني صحيح. طب اتفضل. يعني انا ما عنديش 2 مليار، وانا عمري ما كان عندي 2 مليار قبل ما اخش الوزاره، ولا عندي 16 مليار بعد ما طلعت من الوزاره. هذه الارقام ارقام كلها غير حقيقيه. انا قدمت اقرار ذمه ماليه موجود وموجود في الدوله، وانا حضرت ملف النهارده ببعته للنائب العام بيحدد وضعي قبل ما اخش الوزاره وبيحدد وضعي بعد ما خرجت من الوزاره. الارقام اللي موجوده فيه ما تجيش 1/100 من الارقام اللي الناس بتتكلم عليها، وهي ارقام موجوده ومثبته، سواء كانت في البنوك المصريه، سواء كانت في منقولات موجوده عندي، سواء كانت في اراضي موجوده عندي. هذه الارقام موجوده وانا النهارده حطيتها في ملف وبقدمه للسيد النائب العام، وما عنديش مانع ابدا ان هو حتى يطلع للعامه. ولكن الارقام اللي موجوده فيه زي ما بقول لك ما تجيش 1/100 من الارقام اللي انت بتتكلم عليها. تمام. وهذه البيانات موجوده، واللي عنده بيانات تانية يقول لي جايبها منين، مين اللي جاب 2 مليار ومين اللي جاب 16 مليار. على فكره باشمهندس رشيد مش انا اللي يعني بتكلم، مش معقول انا النهارده اطلع اقول يا معتز انت النهارده
انا فاهم انا بنقل لك بس انا بنقل لك انا بنقل لك اقول والله بنقل لك ما يردده الاعلام المصري أنا والشارع أنا المصري. انا مقدر انا مقدر يا معتز يعني مش انا شخصيا انا مقدر ولكن انا بقول البيانات موجوده تمام البيانات موجودة. أنا النهاردة عندي إقرار ثروة قدمته قبل ما أخش الوزارة وقدمت واحد وأنا موجود في الوزارة. هذا الإقرار موجود في كل ممتلكاتي، موجود ممتلكات زوجتي، موجود حساباتي في البنوك، موجود كل حاجة. أولا هذا الرقم ما هواش ولا الرقم الأول اللي أنت قلته ولا الرقم الثاني اللي أنت قلته. كويس قوي. تعالى نخرج من أن أنا النهاردة نعم تعالى نخرج من الخاص إلى العام، لانه ما فيش شك ان حضرتك كنت عضو في حكومه اتهمت اتهامات كثيره حتى قبل اسقاط النظام المصري انها ودت اقتصاد الشعب المصري الى الهاويه واصابته بالفقر و40% تحت خط الفقر والشباب ما بقاش عندهم طموح في بكره وما الى ذلك. وده طبعا كان كلها مقدمات ادت الى حدوث هذه الثوره. النهارده حضرتك كمسؤول مش بشكل مباشر انما بشكل تضامني مع الحكومه دي، ايه ردك على هذه الاتهامات؟ انتوا النهارده متهمين بان انتم يعني معلش ما تزعلش مني يا باشمهندس ان انتم يعني خربتوا البلد زي ما بيقولوا. سؤالي بس عشان نبقى واضحين يعني أي. هل البلد في حالها في سنه 2003 كان حالها احسن من 2011؟ يعني هل أنا النهارده انا برضه أنا مش منتظر انا ما عنديش مشكله ان انا اقول ان احنا عملنا حاجات صح وعملنا حاجات غلط ولكن هل مستوى التعليم في مصر في سنه 2000 ولا في سنه 1990 كان احسن مما كان عليه النهارده؟ هل النهارده مستوى الخدمه الصحيه كان احسن من النهارده؟ هل النهارده مستوى المرافق كان احسن من النهارده؟ احنا بنتكلم على تراكم اشياء النهارده بقى لها 50 و60 سنه، ولا اتصور ان الناس اللي بتتكلم وطلعت دهيت هي مشكلتها 3-4 سنين اللي كانوا موجودين. احنا النهارده سعينا ولازم انا بقول الكلام ده مش دفاعا عن نفسي. هل عندك فكره انا بقول الكلام ده هو حرصا على المستقبل؟ هل عندك فكره ان المستشار جوده الملط النهارده طلع تقرير وهنناقشه النهارده في 90 دقيقه بيقول فيه انه قدم عدد 1000 تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن اداء حكومه نظيف في 6 سنوات لرئاسة الجمهورية وللرئيس وللمسؤولين عن هذه الدولة بتراجع كافة معدلات الأداء في كافة المجالات في الصحة والتعليم والاقتصاد والصناعة 1000 تقرير في 6 سنوات. هل حضرتك عندك فكرة عن هذه المعلومة؟ بص يا معتز، بص خليني أكون يعني محدد معاك وإلا هنلاقي نفسي بتوه. لو أنت بتكلمني على الصناعة كلم أهل الصناعة. الصناعة في مصر النهاردة لمدة 6 سنوات النهاردة كانت بتنمو بمعدلات 6 و7%. صادراتنا احنا النهاردة تضاعفت اكتر من 3 مرات. الاستثمارات اللي اتحطت في مصانع مصر تجاوزت 180 مليار جنيه. الفرص العمل اللي اتخلقت في الصناعة دي حقايق، لو الناس عايزة تكذبها اهلا وسهلا، ولكن دي حقايق موجودة على الارض الواقع. لما النهاردة بيجوا يتهمونا ان احنا ادينا رخص لان كان في طابور من المصانع النهاردة عايزة رخص لان كان في ناس عايزه تستثمر في الصناعه. طب الحقائق دي يا باشمهندس النهارده مصر انا مصدقها النهارده دوله بعد ما كانت بتصدر. انا الحقائق دي مصدقها جدا. طيب لو عايز تكلمني في التصدير لم نتعود منك في التصدير. لم نتعود لو عايز اكلمك في التجاره الداخليه هكلمك في التجاره الداخليه. طب الكلام ده ما قضاش على الفقر ليه؟ الناس بتسال الكلام ده ليه ما قضاش على الفقر؟ الكلام ده ليه يعني ما زودش ليه حد الادنى للاجور؟ انا اللي شايفه ان احنا النهارده بنفقد الطريق. انا ما عنديش مشكله انك انت تحاسب اي حكومه بما فيها هذه الحكومه على الخطا اللي موجود فيها، ولكن انا كل خوفي ان احنا بنفقد الطريق. ما حدث شيء جميل، مصر لها مستقبل زاهر، واللي حصل دلوقتي لازم النهارده ان هو يغير من مصر ويخلي كل الطاقات اللي في مصر تنطلق. لو احنا النهارده حصرنا مشكلتنا في 3-4 سنوات اللي فاتت هنضل الطريق، لان مشكله مصر ما كانتش ال4-5-6 سنين اللي فاتت فقط، احنا كان عندنا حاجات كتيرة. احنا النهاردة بقالنا سنوات طويلة يعني يجب النهاردة يعني احنا هل من المنطق يا باشمهندس رشيد ان احنا نتجاوز وننسى اللي فات ونبدأ صفحة جديدة وكأن شيئا لم يحدث؟ لا لا انا ما بقولش لا لا انا لا اقول ابدا انك انت تتجاوز، ولكن انا بقول لما تيجي تقلب الصفحة اقلب الصفحة على كل شيء، بمعنى انك انت النهاردة قيم كل ما حدث في 40-50 سنة اللي فاتت
والا هنلاقي نفسنا، وده اخطر شيء، ان المستقبل بتاعنا هيكون برضه نرجع لورا. لا بس احنا لو اتكلمنا في 50 سنه مستقبلنا هيكون ان احنا نرجع لورا نقول اه لا، الامور اللي كانت قبل هذه الوزاره في 2004 كانت كويسه قوي، خلينا نرجع لها تاني. احنا نسينا احنا كنا فين، ونسينا احنا كنا فين في 1980، ونسينا احنا كان شكلنا ايه في 1970، ناسيين كل الحاجات دي. هي انا مش بتكلم ان الوضع النهارده اتحسن ولا ما اتحسنش، ولكن يجب النهارده ان احنا ننظر الى الامور من منطلق ان احنا عايزين مستقبل احسن. اولادنا اللي ماتوا في الاسابيع اللي فاتت ما ماتوش عشان خاطر النهارده ان احنا نقول اه 3 4 سنين هم دي المشكله، خلينا نرجع بقى لنفس السياسات الفاشله اللي احنا كنا فيها. كانت سياسات فاشله، وانا بقول اهو كانت سياسات فاشله موجوده في الستينات وفي السبعينات وفي الثمانينات، بدليل ان دول تانية سبقتنا. كوريا ابتدت في الستينات، اليابان ابتدت في الخمسينات، الصين ابتدت معانا في سنه 70. انت النهارده ما تنساش يعني سياسات الدكتور يا باشمهندس، ما نجيش نضحك على نفسنا النهارده. سياسات حكومه نظيف كانت ناجحه. اتفضل. لا يعني هي دي كانت سياسات فاشله زمان في الثمانينات. في بعض الاشياء اكيد كانت ناجحه، وفي بعض الاشياء كانت فاشله. وانت ولو انت بتقيم هذه الوزاره وبتقيم هذه السياسات ما يبقاش الموضوع على وايه الفرق ما بين الفشل اللي حصل في 80 واللي حصل دلوقتي. انا مستعد انك انت تفشل لي كل سياسات حكومه نظيف، ولكن طلبي الوحيد يا جماعه ما نرجعش لورا، اطلعوا لقدام. مصر تستاهل ان احنا نطلع لقدام، الناس اللي نزلوا في الشارع والولاد اللي ماتوا يستاهلوا ان احنا نطلع لقدام، ما ترجعوناش لورا ارجوكم. هو ده اللي انا بقوله. لا طبعا دلوقتي يعني ما فيش رجوع لورا، بس ما فيش شك ان مع ظهور كم هائل مما يعرف بملفات الفساد، مفيش شك ان الرأي العام لن يشفي غريله الى الاطلاع على هذه الملفات وكشفها ومحاكمة المسؤول عنها، لانه المال العام ده مال الشعب. ما عنديش اي مشكلة في هذا يا معتز، ما عنديش اي مشكلة في هذا، ولكن يجب ان يكون في ضوابط في هذا الموضوع. بس انا عندي ثقه كامله في القضاء المصري، عندي ثقه كامله في النائب العام المصري، ولكن ما تبقاش العمليه عمليه كل واحد عايز يكتب حاجه. زي ما انت قلت لي انت عندك 16 مليار وده عنده كذا وده عنده كذا، ما ينفعش. مش هو دي الطريقه النهارده اللي احنا هنتعامل مع بعض فيها. واللي انا سامعه النهارده ان الناس بتتعامل مع بعض كده اصبحت في المصالح الحكوميه، في الشركات الخاصه، في البنوك، اصبحت النهارده ان كل واحد بيقول على اللي جنبه حرامي. ما ينفعش، في ضوابط لازم ان احنا نشتغل بيها. مش مفروض هذا المجتمع يجب ان يكون طب بغض النظر باشمهندس، يجب ان يكون مجتمع بيبني مش بيهد. صحيح الفساد يحاسب، وانا معاك. لازم نكون مجتمع بنبني، وانا معاك. لازم نكون مجتمع بننتج. طب باشمهندس، مش المفروض محاسبة الفساد لوحدها مش هتحل المشاكل. محدش يشجع ابدا نشر اخبار وكاذبه او مضلله او غير دقيقه عن اي ارقام لثروات المسؤول، والمسؤول ده ما هوش راجل جاي من لا شيء، ده طبعا ممكن يكون رجل اعمال ولا دي ذمته الماليه. انما هل حضرتك تتفق معايا ومش راجل اعمال تتفق؟ طب ليه ما تبص على المسؤولين اللي ما كانوش رجال اعمال؟ اشمعنى احنا بنتكلم على رجال اعمال يا معتز؟ لا بيتكلموا على الكل. هو يعني دلوقتي هو الفساد ده النهارده موجود بس في فئه واحده؟ لا 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 لا, لا. ما تشوف اللي ما كانوش رجال اعمال وساكنين في قصور كلهم النهارده. طب ما ايه المشكله؟ طبعا انا مش فاهم يعني. ما طبعا بس يعني هل حضرتك انا اللي بقوله يجب ان يكون في ضوابط للعمليه، يجب ان يكون في ضوابط للعمليه. الذمه الماليه للوزير يا باشمهندس، انا برجع الذمه الماليه للوزير، هل ده سر ولا المفروض الشباب النهارده الراي العام مطلع عليه؟ احنا كلنا ما عرفناش نعمله يا معتز، اديني فرصه دقيقه واحده. الشباب اللي عمل اللي ما حدش فينا عرف يعمله، الشباب اللي نزل في الشوارع وضحى بحياته، عمل كده عشان مصر تبقى بلد محترم. فلازم نحط ده في اعتبارنا ان احنا نحاسب الفساد جزء من الموضوع. ايوه هنحاسب الفساد، ولكن ما هوش كل الموضوع. هنحاسب الفساد وهنبني مصر وهنحط قيم وهنحط اخلاق وهنبقى دولة محترمة وهنبقى دولة غنية. ده اللي النهاردة افهمه، اللي التوجه بتاعنا يجب ان يكون فيه. اسهل حاجة ان احنا ما نشتغلش وما نبنيش وما نعملش حاجة ونقول هنقعد نحاسب بعض. لا، حاسبوا الفساد، والفساد يجب ان يحاسب بضوابط. سؤال، ولكن في نفس الوقت نبتدي نتكلم سؤال. ازاي هنبني مصر؟ ازاي هنخلي مصر دولة محترمة؟
ازاي هنخلي البلد دي فيها تعليم، ازاي هنخلي فيها حقوق بني ادمين محترمه، ازاي هيبقى فيها انتاج، ازاي هنوصل ل 40 مليون سايح، ازاي المصانع بتاعتنا هتزيد، ازاي التصدير بتاعنا يوصل ل 200 مليار. لازم نفكر في الكلام ده. باشمهندس عندي سؤال، نسيب كل الكلام ده هو عندي سؤال، هل انت مع ام ضد هل انت مع ام ضد ان تقوم وزاره الخارجيه المصريه بتعقب ثروات المسؤول المصري اللي يثبت تورطه في تحويل مليارات الى خارج البلاد ومحاوله استعاده هذه الثروات لتدخل لخزينه الدوله ومن ثم تحول الى الشعب المصري؟ انا مع انك انت تقضي على الفساد وتتتبع الفساد في كل مكان داخل مصر وخارج مصر، ولكن بضوابط، بضوابط حتى العالم عشان يحترمنا. ما يقدرش النهاردة وزير خارجية يرفع سماعة يقول والله أنا عايز النهاردة أحجز على فلوس فلان الفلاني بدون ما يبقى فيه قضية واتهام وحكم في النهاية، إزاي؟ وبدون حتى ما يكون البيانات صحيحة، زي ما احنا بنسمع أرقام مش مظبوطة. أنا مع الكلام ده 100%. كل من النهاردة، كل من تجرأ على مصر وكل من خد حق من حقوق مصر يجب أن يدفع ثمن ويجب أن تسترد هذه الأموال. أنا مع الكلام ده 100%، ولكن يجب أن احنا نكون دولة لها قيم، لها أصول بتشتغل بيها، وإلا حتى مش هينفع الكلام ده، مش هتوصل لحاجة. أنت هتهيج الدنيا كلها ومش هتوصل لحاجة لو ما عملتش الأشياء بالطريقة السليمة. فالعملية مش عملية تهييج، العملية مش عملية اتهامات، العملية عملية ضوابط مظبوطة. أنا مع أنك أنت تحارب الفساد وما تسيبش بني آدم خد قرش من مصر من غير محاسبة أو ما ترجعوش، ولكن أعملها بالعقل، بالضوابط، بالقيم، بالأخلاق. ده الولاد اللي نزلوا التحرير نضفوا وراهم. احنا النهاردة عايزين نعمل أشياء بلا ضوابط وبلا قيم، ما ينفعش. طب ايه هي المفاجأة اللي حضرتك محضرها؟ انت هتعرف معنى كلامي ده يا معتز. أي. هتعرف معنى كلامي اللي انا بقوله لك ده وشعوري اللي انا بقوله لك لما هيجي بكرة الصبح واحد يكتب في جورنال ان معتز الدمرداش ده راجل مرتشي وكل الاملاك اللي عنده دي خدها عن باطل، وهتلاقي نفسك انك انت مضطر تدافع عن نفسك وهو مش مضطر انه يقدم ولا ورقة. ساعتها هيبقى شعورك. بس انا مش مسؤول في حكومة اسقطها الشعب. واهلك هيحسوا بايه لما يطلع بكرة الصبح واحد يقول معتز الدمرتاش ده راجل حرامي ونصاب واحنا عايزين ناخد الفلوس اللي عنده لانه كان بياخد الرشاوي دي من رجال اعمال في البرنامج بتاعه. بس انا مش مسؤول. هتحاسب ايه بقى ساعتها؟ يا باشمهندس رشيد، انا المشكلة ان انا مش مسؤول في حكومة. لا انت مسؤول في البرنامج بتاعك. انا مش مسؤول في حكومة وتحت ايدي ميزانيات بالمليارات. يعني ايه مش مسؤول في حكومه؟ انا راجل بشتغل مسؤولين في موظف. انا ما بقولش حاجه، هو اللي مسؤول في الحكومه. يعني انت عايز تقول لي ان اللي مسؤول في الحكومه ممكن يتهم بلا ادله وبلا ضوابط؟ ما حضرتك لسه قايل لي ان في ناس كانوا مش رجال اعمال يعني وعندهم قصور. معتز مش حضرتك لسه قايل لي كده؟ يعني طب ما انا عارف، ما انا بقول لك حاسبهم. حاسب اللي انت عندك، طلع يعني البيانات، طلع اقرارات الذمه الماليه. انا قدمت اقرار ذمه ماليه، طلعه وحاسبني عليه وتاكد منه وراجع حساباتي في البنوك وراجع حساباتي في كل مكان. انا موافق على كل الكلام ده هو، وانا مش خايف من اي من هذه الاجراءات لان انا عارف انا عملت ايه وعارف انا ظروفي ايه. حاسبني مظبوط وحاسب الناس كلها، انا ما عنديش مشكله. بس كل اللي بقول يبقى في ضوابط ويبقى في محاسبه، انا ما بقولش اكتر من كده. تمام. انا بقول لك انت احساسك هيكون ايه لما واحد يقول لك ده معتز راجل بيرتشي وتعالوا بقى خدوا اجراءات ضده. هتبقى احساسك ايه لما النهارده يجي واحد يقول كلمتين زي دولت في شكوى غير حتى موقعه في النهايه؟ طيب تمام، مش مشكله. خلينا ننتقل لسؤال تاني يعني علشان نخرج من الحته دي. انا فهمت الرساله خلاص، انا فاهم الرساله. حضرتك كنت من ضمن الحاجات اللي بتقولها انك كان عندك وجهات نظر في الاصلاح السياسي وفي التعدديه وما كنتش مبسوط من اللي كان حاصل. هل ممكن اعرف افكارك في هذا الملف؟ بص انا تصوري الحكومة او في الفترة اللي فاتت دي كان في حديث كبير على اصلاح سياسي واصلاح اقتصادي. انا تصوري ان في الاصلاح الاقتصادي كان هناك نية خالصة في ان احنا النهاردة نفتح المنافسة في مصر، نفتح عناصر الانتاج، ندخل ناس جديدة، ندخل أجيال جديدة، نندمج مع الخارج، نخلي الاقتصاد المصري فيه حيوية وفيه حركة بتحصل. كلام ده حصل.
اللي احنا بنتكلم عليه هل النتائج بتاعته نزلت للشعب بالكامل ولا ما نزلتش، فبنتكلم في عدالة التوزيع، ده موضوع تاني. على الجانب السياسي كان هناك حديث عن هذا الموضوع، جزء منه كان حرية التعبير، وكلنا شفنا انه حصل. النهاردة كان فيه تلفزيونات، النهاردة كان فيه جرايد، كان فيه انترنت، كان فيه فيسبوك، كلها كانت ممكن حتى تشتم الرئيس، تشتم رئيس الحكومة، تهاجم الوزراء. ولكن ما لم يحدث ان الناس اللي كانت قائمة على الاصلاح السياسي ما كانش عندها نفس الجراءة ولا التوجه بتاع الاصلاح الاقتصادي في انها تنفتح للمنافسة. ما كانوش عايزين منافسه. لو رجع بيك الزمن تقبل تبقى وزير في حكومه نظيفه؟ مش عايزين يفتحوا قنوات جديده. لا، لو رجع بيك الزمن تاني كنت تقبل تبقى في هذه الحكومه اللي تعتبر انا ما ندمتش يوم على خدمه مصر. انا النهارده انا ما اشتغلتش عند نظيف ولا عند محمد ولا عند احمد، انا كنت بشتغل لخدمه مصر وكل الناس اللي حواليا، وكل الناس اللي اتعاملوا معايا في 6 سنين ونص يعلموا ان انا كنت كل يوم كل ساعة بقضيها لخدمة بلدي. طيب، ولا اندم عليها وما اندمش عليها لغاية النهاردة. باشمهندس رشيد واعذرني معلش، انت كنت قلت في تصريح ليك وفضلنا دقيقتين ونقفل معلش، انك محضر مفاجأة لبلدك. اتفضل. هل ينفع انك تقول لنا كنت قصدك ايه؟ لا مش النهاردة ومش في الجو اللي انت حطتني فيه ده. هو لا، انا كنت عايز اتكلم على مستقبل مصر، وكنت عايز اتكلم على املنا في مصر في الفتره الجايه. انما يعني معلش، انت انا فاهم انت بتفتح. يا باشمهندس رشيد بس والنبي انا عايز اوضح يعني لك شيء مهم جدا. الناس انا ما حطيتكش في اي جو، الراي العام بيتساءل وانا لازم اطرح عليك الاسئله دي من غير ما جاملك. معلش يا معتز، انا شغلتي كده. انا فاهم. انا بس كل بص، انا في النهاية أنا مواطن مصري وولادي مصريين، وحنعيش في مصر وحنقعد في مصر وحنموت في مصر، ودي بلدنا. ونتمنى إن شاء الله إن كل اللي حصل في مصر ده يكون فعلا هيفتح صفحة جديدة ومستقبل جديد لأولادنا وأحفادنا، هنفتخر بيه كلنا. شكرا. برجع أقولها مرة تانية، الشباب اللي كان يعني نزل وشفتهم وكلنا شفناهم، والشهداء اللي نزلوا دول كلهم حطوا لنا طريق عشان نتحرك لقدام. يجب نحط في ذهننا الكلام ده يا جماعة، احنا عايزين نروح فين بعد 6 أشهر بعد سنة. انا فاهم كل الاحداث وكل يعني الانفعالات اللي موجودة دلوقتي، ولكن مستقبل مصر هيتحدد باسلوب تحركنا دلوقتي يا جماعة. دلوقتي طيب، هو اللي هيوصلنا للمستقبل. لو ما كناش عارفين احنا عايزين نروح فين، اي حد هياخدنا في اي اتجاه وفي اي مكان. ولو كان كل همنا دلوقتي فقط تصفية حسابات الماضي، يبقى احنا برضو بنضيع فرصة كبيرة. انا ما عنديش مشكلة، اوعى حد ياخد الكلام ده ان انا ما بقولش الفساد يتحاسب، ولكن يجب ان يكون عندنا نظرة للمستقبل. المستقبل يا جماعة مع حرام بعد ما كل ما حدث ما يبقاش عندنا نظرة واضحة احنا رايحين فين بمصر بعد 6 أشهر وبعد سنة وبعد سنتين. شكرا. مصر يجب ان تكون دولة محترمة، يجب ان تكون دولة غنية، يجب ان تكون الناس النهاردة الاقتصاد هيبقى هو الاساس. فانا انا فاهم انت جاي منين، وفاهم طبعا الجو العام اللي موجود يعني في مصر. يعني انت يا باشمهندس رشيد، يعني ولكن انت يجب ان انا اتكلم. انت دلوقتي بتعاقبني انك مش عايز تقول لي المفاجاه علشان انا بطرح عليك اسئله تتردد في الشارع المصري؟ لا لا لا، ما فيش. اصل انت يمكن حطيتها في صوره يعني انها يعني انا حريص في الوقت الحاضر ان احنا نعمل حاجات على المستوى الاقتصادي بعد ان شاء الله الازمه دي ما تعدي. واتمنى ان شاء الله في الايام اللي جايه ان الامور تنقشع، وان الامور كلها انا من وجهه نظري انا وضعي انا متاكد منه انا عارفه، ولكن يهمني وضع البلد ونبتدي. يعني مفيش مفاجاه يا باشمهندس هنا في الخليج؟ اذا مفيش مفاجاه صح؟ سواء مع الاخوه في الامارات، في السعوديه، في الكويت، بنتكلم على مجموعه من الحاجات النهارده اللي ممكن تفرق مع مصر في الفتره الجايه. انا بتكلم كمواطن مصري، انا بتكلم كراجل النهارده عنده خبره في هذه المجالات، ازاي ان احنا نحرك هذه الامور لمصلحه المواطن المصري في الفتره الجايه ان شاء الله. طيب، بشكرك جدا على هذا الحوار المهندس رشيد محمد رشيد، الوزير السابق وزير التجاره والصناعه السابق عبر الاقمار الصناعيه من دبي. الف شكر يا فندم. شكرا. حوار المهندس رشيد محمد رشيد ببرنامج 90 دقيقة الحقيقة شامل الأمور كتيرة جدا، عنده استعداد أنه يرجع يمثل أمام جهات التحقيق. نفى أن ذمته المالية أو ثروته وصلت إلى 16 مليار جنيه من 2 مليار جنيه في ظرف 6 سنوات،
ونفى تماما اي تهم منسوبه اليه من التورط في ملفات فساد، وقال ان هو مستعد استعداد كامل لانه يجي امام النائب العام حين يطلب منه ذلك، وانتقد بشده ما يطرح في الراي العام وفي وسائل الاعلام عن اتهامات للفساد ومواجهه الفساد دون سند او دليل قاطع، وطالب بالمضي قدما لبناء مصر الجديدة اللي تغيرت بعد ثورة 25 يناير، وأكد جدا على فكرة على احترامه للشهداء وأرواح الشهداء وثورة 25 يناير ومن كانوا وراءها. كلام كتير جدا اتقال أكيد هتنقله وكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية عن تصريحات هذا المسؤول السابق المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة سابقا. بعد الفاصل رهام في ملف بعنوان كيف تعود ثروات مصر المنهوبة، خليكم معنا اوعوا تروحوا في اي حته.